بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشاع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو حسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في 3 إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال الأستاذ إلى آخر. كتي معتزليا كان لعلم كلام دا يكجار زور إفراط يان كردو و دستو دامني فلاسفة بن لزورك لأصول أحكام كلسل أو أصول بايانا دادا مزريتا ومذهبي وان رواج پیدا کردو شایع بو رواج پیدا کرد مذهبی اعتزال مذهبی معتزلیه کان لبین مسلمانان ده لبین جماعت ده مذهبی وان رواج پیدا کرد هر رواج پیدا کرد اخر رواج کشی زور بو ویلی هات حتی حکومت شیان گرت دست ویلی هات که دنیا مسلمانان ده حکم حکمی وان بو مذهب مذهبی وان بو همو جیه کان ده گرت بو تا کنگ شیوعی پیدا کرد شيوعك إلى تا أو زماني بو بلام لوي رايد روبا تشيهات روبا أفولو روبا خمود خاموشيهات باشا إلى أو بايان شيوعك لير را شيوعك قطع بو يدي مذهبك يعني رواجك إنما أو جاورده ولا تشي لها توا وجركنا أفتي كيرد أو جركنا أفولي كيرد خاموش بو البتا زماني بيس حادثا فقط يدي افتدايش انتهای شیوعکی ایریه او جر تا او مذهبه کم رنگ بو بی رنگ بو دنیا مسلمانان در مشقتی زوری کشه و شیخ اشعری و امثالی بی تا کنگ شیوعکه هبو تا او زمانه که شیخ ابو حسنی اشعری رضای خدای بسر دا ببارید به هدفی وی که مذهبی معتزلیان ابطال بکات لمسئله وجوبي أصلح لسر باري تعالى بو هدفي ككتمان وجوبي أصلح لسر باري تعالى مذهبي هندق لمعتزلة كان البته وجوبي صلاح كمذهبي هموانا رعاتي أصلحش كديارة أوش هذا توين بلي مذهبي هموانا بلان بمعنى خوي هريكي بمعنى كي ألان دخويني سير رأيان هيا لباري رعاتي أصلح بالنسبة باري تعالى سير رأي هيا دني المعتزلان دا ديخويني شيها أصلا بمعنى أنفع أيام بمعنى أو كحكمة فلان تدبع والجيخو ديخويني جاء أوا كشبو أو مسألة أو مسألة يكاق لفروعياتي أصل عدل بو لبيرتانا كمان أصولي 5 اعتزاليك كان عدلا يكاق لمتفرعات ونتيجة أصل عدل رعايتي وجوبي أصلح بو لسباري تعالى كمعتزلي في معتقدا باختلافاتك كلبيني عند هاي كأصلح بش معناك تيجيشتا شيخي أشعري ديهويس أو مسألة باطل بك أو مسألة نتيجة شيئا لازمي أصل عدلة ويا لازمي أصل عدلة بمعنى كمعتزلي في معتقد ده وقتك لازم وني آخر وقتك كردي لازمت كر نفي لازمت كر نفي ملزومشي لو لازم دي وني آخر شكال لازم جيا مستوية يعني أعمى يدي على حالنا في مرزوم شريو لازم دي جاء أقرب أو أصليا كعدلة باطل دي عدل بمعنى معتزلية كان كده عنقرد لأن عدل بمعنى دي كار بو مسلمان واجب عقيدة في بإنكار بكار كافر دي بلام عدل بو معنى كمعتزلي دي عنقود كعدل خدا انقياز لكذا صار عدل عبادان وده عنقود يكي لآثار عدل أو كواجب رعاتي أصلح شيخ أشعري ديهويس أو مسألة باطل بك وبنيتي كأصل عدل باطل بك عدل بمعنى اعتزالي شاكا جاء لنفي لازمة كير أبو إذا شذور عالمانا الشيخ أشعري فرموي لأستاذه بو أستاذي خوي كنيوي أستاذكي أبو علي جبائية أبو علي خلقي جباء جباء نيوي ديه كدلن لبصري باشا خلقي ويب وجابو يا مشهور أبو علي جبائي الجواهر أفهم أستاذي بوا همج ميردي دايكي شيخي أشعري بوا يعني دواي كبابي أشعري فوتي كردوا دايكي شيخي أشعري ميردي كردوا توبا أبو علي جبائي شي في ظلان ما ظلان زرباوك ها
اواش بو منظور ما وي او رابطه شيان بيك و هبوه رابطه خدماتي حساب على اي حال اذا كان شونه اما نرعايتي ويدك كاستاذيتي نرعايتي ويدك كبال او زربابيتي رعايتي او انا ناك وقتك كباس باس الدفاع على الدين ودفاع على العقيده لحقانيه للشرع شيخي اشعري خنا برعايتي علاقات ومناسبات او انا بتوكو ايماجين ني ايدي اما دبيني هزاران علاقه او انا دنزل دكرين علاقي دينداريه كمان هلا بيرني دفاع على الدين دبيتها اخرين مساله مساله جهرنيه بو مان حاشيه لمتني زندقية كده نية بلام اوان وانا بول ما هو شيخي اشعري براستي يعني خداواني متعال ده ضلي هاي شتوه كالدفاع لدين بكايدي با وجودي ويكا او استادي بوا لسان شيخي اشعري قد علم ده كده برابري ده ظل باشا او معتزلية كان جاب خوش هر معتزلي بوا يدي ديارة او وقتي ظل اخو باشا او كتو مانا لسر خداواني متعال واجب رعاتي اصلح بكا اصلحي بو معنى كألان ديخويني مش معنى دي باشا برسر رأي الشيخ أبو علي الجبائي بش معناه كألان دي خيني دي باشا أواش كيك كي للوازمي أصلي عدلة كيك كي أصولي بينجغاني اعتزالة باشا أمن بومن سؤالة بيم خوش جوابي سؤالة كم بدا يوا جا كتي أتو نظرت شيا لباري سي برايان دا مثالك هنا كتي سي برايان خدا خلقي كردون أو سي برايانا يككيان جيشتوتا سني بلوغ سني تكليف ومطيع بوا وفوتي كردوا باشا يلي رد اشتاق محذوف يعني كبيرا مطيعا مات احدهم كبيرا مطيعا جيشتوتا سني بلوغ مطيع بوا وفوتي كردوا والاخر دوم دانيان عاصيا يعني كبيرا عاصيا جيشتوتا سني بلوغ سني تكليف عاصيا با عاصي مردوا وتوبشي نكردوا سيدا كان شونا اعوام مردوه ولا دنيا يدرس شوه والثالثو سيوم دانيان صغيرا هربا من دالي مردوه ذيك من دالي مرد نا مطيعة نشيا نعاصية شونك نخو مكلفني عتاب لي او مطيعة يا نعاصية سيدا كان شونا لو سؤالي دا لو عبارتي دا احتباكي تيدا ايدي لا دوبندكاني اولي كلمة كبيرا حذف كلا وبقريني مقابلة دا قلت صغيرا وني آخر لا صغيراني لا مطيعا ولا عاصيا حذف كلا وبقرني مقابلة دي قال مطيعا وعاصيا سيدا كان شونا أول دانان كبيرا مطيعا دوم دانان كبيرا عاصيا أو فوتيا كردوا سيوم دانان بصغيري فوتي كردوا كان مطيعا نعاصيا يدي لا مطيعا ولا عاصيا سيجا يشتن شونا بقرني وكذا مقابل مطيعا وعاصيا إذا قراري كردوا فسوى يعني شي يعني لا مطيعا ولا عاصيا بقرينه بك مطيعا وعاصيا ده برابر صغيرا اذا قرار ينقص يعني شيء يعني كبيرا يعني لا صغيرا يعني كبيرا يعني تيجيش شلون زي نزلت شيء لباري عنده فقال الاستاذ استاذ فرموي الاول يثاب بالجنه والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قلت والله اول دانا ثوابي ددريتها بالجنه ذكري بمعنى في يعني في الجنه ثواب ددريت ولا بهش باري تعالى دا يعني يثاب بنعيم الجنة ثواب ددريت وبشي بنعيم يعني بدخول الجنة شو يعني ويك الثواب دبيت أو حسفك يبوبك يعني بلاي بيب معنى فيها شو في خدي الجنة ثواب نية دخول الجنة ثواب نعيم الجنة ثواب تيجي إيش ها هل فيها توا داوزر شاك شيء يثاب في الجنة أو أول دانا دوم دانا ككبير بو وعاصي بو ومردو بتوبة يعاقب بالنار عقاب دادريت بوسيلة آكري جهنمي كتير أو في شوال تاخذ واجب شيء كان في أنا أبو كابرا يعني إصابي مطيعي وعقابي عاصي لتاخذ وأنا تبارك تعالى واجب لا دوم دانا ج عواد به والثالثو فيوم دانا كبصغير مردو نمطيع ونعاصية لا يثاب ولا يعاقب نسواب دادريته نا عقابي تدريتي لا تشتا بهشت لا تشتا بهشت بلان نكبو الثواب بو عقابو اوانا وردو بو بهشت بو مثلا بو خدمتا بو شتكي اوالايا حالي هيشون بس كاو بالرأي اوايا او كابر او مندالايا دا تشتا بهشت وكو كبيري مطيع فقط اوان دا كبيري مطيع كدشتا بهشت مثابشة بلان اوان دا تشتا بهشت فقط شنية مثابنية ثوابي نادريتي تجيشتن شونا اها مثلا خدمتي اهلي بهاش بك هيجيشن شونه اكو خادمه اكو خدمه
خلاصه بو ثواب نشد بهش تگیشتن چونه نه نه خودی چونه بهشت که چونه بهشت وقتی که ثوابه یعنی اولا خیالی او سوالی مطرح دکا دل خو بهشت مشهوره بچی دار الثواب خانوی ثواب آگرش جهنمش دار العقاب كيف وقت إضافة دارج بولاي ثواب يا مولاي عقاب إضافة بو اختصاصه مفيد حصر ملا فلا ملاك إليه ده يعني خانوا كم منحصر على شيء ده لا ثواب ده يا منحصر على عقاب ده بس هر كسي بيشتي يكير لو دخانوا أنا يا ده بي ثواب بدرته يعني عقاب دي بس أو من ضاليش خو واسطة لبيني بهشت وجهنم عندانية خو معتزلة ضمن واسطة لبيني إيمان وكفر ده يا خو نالا لبيني بهشت وجهنم ده واسطة هي تيجي إيشتن زي ما دام أو كبرى بيشتي ده بهشت بس كوابو هرشيا ثواب يعني اگر نبشت بهش نبشت جهنم فذا بي واسطه الى بين بهش جهنم ده بي توانش عقيدان بينيه حالي هيشون دلين نا او كب بهش دلين دار الثواب يعني دار العقاب منظور دار الثواب بالنسبه مكلفين جهنم دار العقاب بالنسبه مكلفين حالي هيشون بالنسبه يعني حصرك حصرك اضافيه حصر حقيقي نيا حصر دار الثواب والعقاب ده تيجيش دي بس حمو دخول وارد من بني وبهش ثواب نیا وارد بون بونی و بهشت وقتی که ثواب نعیمی بهشتی دگل دا بیتن تگیشتی چونه لمقابل کارکه کردویتی او اشتیا قرار بگریتن آها خلاصه پس او کابرای مصاب نیا و معاقبش نیا هرچند واردی نیا و بهشتی دا بیتن فقال الاشعری جاء للشیخ اشعری سؤال که دا برسی فعرضی که الشیخ اشعری که شاگردی بو فإن قال الثالث یا ربی لما امتنی صغیراً وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول الرب تعالى باشا كتي شيخي أشعري كتي أجر سيوم دانا كبمندالي مردوا كنا مثابا معاقبا أجر هاتو سؤالي كتي أي ربي من بوشي أمند بمندالي وبصغيري كشتتو أمند مران وأمند نهش توا تا او زمانه که امش کبیر بم بگم سنی بلوغ ایمانت پی بینم و اطیعک اطاعتت بکم باشه؟ عطفی اطیعک لسر اومینه عطفی جزء لسر کل چون که آفیان عمل جزء که لیمان ونی آخر؟ عمل لسر عقیده اهل اعتزال عمل جزء که بویه شایر مرتکی بگناه کبیره لیمان خارج دبیدی مؤمن نیه و تکافر جنیه بلا مؤمن جنیه چون که نعمل وقتا كعبادة جزء اقل ايمان بي اطيعكا بمعنى اعبدكا كعطف فكرة وتسال ايمان تسال اومنا عطف جزء تسال دي باشا او اقل بغن سؤالك لسال اساسي اعتزال دانتا وهل واشا ايدي اخر سؤال بكي وانكي مجيبي سؤال ذكرتا دي باشا امن ايمانا بتو هنابا واطاعيتهم كردبا وفادخل الجنة ويعني فادخل الجنة مصابا داخلي بهشتي ببان بشي ومصابي الان ايش شو تبهشتي فقط انا دي نق مصابني بلا شو ما بهشتي ومصابش بم يعني شي مصابم يعني لا مقابل عمل كم دا ثواب مرقد شو كان امكن هو الثواب وعقاب شنو استحقاقينا بلا هذا شلون الثواب يعني استحقاقيه يدي ويش ضمن اصابه مطيعي لسر خداي واجبه دي اما شو ما بهشتي باستحقاقي قوم واردني وبهشتي بام وبو ثواب شو ماني وبهشت ماذا يقول الرب تعالى باري تعالى شو جوابك هي لمقابل اوسيوم ثاني اذا فقال أخذ الله أخو رعايتي أصلح لسر خداني تبارك وتعالى واجب أيدي باشا رعايتي أصلح واجبه جباري تعالىش تجواب دا دلي فقال يقول الرب إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا كتي خداني متعالى جواب دا دلي براستي أمان أعلم منك دمزاني منك بنسبة حالي تو چم دزاني دمزاني من حالك بنسبة حالي تو حالتي تو اوام دزاني لحالتي تو را اوام دزاني لحالتي تو را كأجر قورة بباي ما باي وو قورة بباي قناه الدكر جايان قناه الدكر قناه كيوا كببت باعثي كفر شريكة قرار دادا مثلا شتكيوا لا يان قناه كيوا الدكر كببت باعثي فسق كأنش بيانوا مرحلة كلا بين إيمان وكفر ده كأوجه هرشيا هر مخلد في النار جناها كيواد ذكر كبي كافر ببايان بي فاسق بباي فاسق بمعنى اعتزالي البتة فدخلت النار
واردی نیو آری آگری جهنمی دبوی و مخلد دبوی لآگری دا جا اگر وایا اصلح لبوتو او که انفع بو منفعتی زیاتر بو لبوتو او بو که انت متصغیران هر بصغیری بمری مبتلای او سرنوشت شومی نبی تجيش شونه او خدا رعاتي اصلح كردو هذا برابر او ابو او صغيره ايدي واجب شرعاتي اصلح بك اصلح بمعنى شفاف بمعنى انفع ويا انفع بنسبه علم باري تعالى بس اصلح يعني انفع لبو عبدي لعلم باري تعالى حالي هي او مذهب ابو علي الجبائي ومعتزلي بصريا تجيش شونه انفع يعني اوي كمنفعاتي بتر ابو عبدي بنسبة علم باري تعالى لأن علم باري تعالى دواب ودي أو صغيرية أو اللي دهات كوابو أنفع أوابك بصغيري بمريتن هر شندش أو صغيرية مسابنية من حيث الاستحقاق لبهجدا بلام هر أون دك لا أقريد جهنم نجاتي فايدا كردوا دوار عاتي أصلحي بك رايدي أصلحي أصلحي يعني أنفعي في الدين لبو عبدي لعلم باري تعالى تجيش لي شونا؟ لا علم باري تعالى هذا من سورة علم باري تعالى. حالي هي شون؟ أو معتزلي كان إدي ده كل ده أقول لي ربنا سيد أستا بلام ده كل ده معتزلي بدو ده سام مشهور دي معتزلي بغداد ومعتزلي بصرة. باشا؟ معتزلي بغداد ومعتزلي بصرة. جاء معتزلي بصرة فيما بي يعني معتزلي بصرة زورتر و وانقد بيتن مناسبات هاي كده قال تشيع حياة حالي هيشو معتزلي اعتزالي بصرة او اعتزالي جديد اشكهيا زورتر لوي او دخواتوا باشا بويدا قريتوا اعتزالي بغدادي قرايش السنياتي هبو جرايش بصري يعني اعتزالي بصري جرايش تشيعي تعند ذيك أبو شبهت هايك لأن أخونا الشيعان قبول الناس السني بلامي دي منزول مناسبة هايك عن هي تيجي إيش تشونا آها جا شيخ أشعري ألي ردا محكوم ذكاء أستاذك يا خوي قال الأشعري وشيخ أشعري فرمي فإن قال الثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار ماذا يقول الرب که اگر دوم دانه او جار سر هلینه و بله دوم دانه که چیه بو؟ او ایک با کبیری و با عاصی مردوه ببیته و با بله یا ربی ادیبو چی امنت با مندالی نده کش باشه؟ البته سؤاله که نکده لازم نیه هر اونده بید یعنی بو چی امنت با مندالی نده کش یعنی بو چی امنت هر خلق نده کرد با امنت هر چیه؟ هر خلق نکرد بایا یعنی عقلت با من نده با کم دار و معیاری تکلیفه او سؤاله نده توانی بکجا یکی که کتوهیدی اشاره بوانی تریش خلاصه بو امنت بغير مكلفين لبين ندبر فامش گناهم نكرد بايا يعني مرتكبي گناهي كبيرة يا مرتكبي كفر نبام فلا ادخل النار وداخليني واقليني نبام باري تعالى الجواب بيدا شدارت نالي رعاياتي اصلح واجب الزرف داي او كأنفع لبو عبدي بنسبة علمي باري تعالى دبي مراعبك دي او منفعاتك تداها بوا حالي هشون بو او عبديا لعلم باري تعالى ذا فبهد الجبائي جبائي كأستاذ أشعري بو مبهود بو يعني ساكت بو متحير بو بجواب ما وا وترك الأشعري مذهبه شيخ أشعري لدواي أو سؤالي مذهبي أبو علي الجبائي كمذهب اعتزالي اعتزالا وأبت الشاخي اعتزالي بصريا تركت واشتغل هو ومن تبعه إلى آخر تيجيشتن شونا جاء ألينا عرض بيت اما پیشی وانا کم بو توضیح دان اصولی پینجگانه اعتزال یکی لوان عدل بو جالوا که او اصلی پی معتقیدن چن نتیجه هیا بلای وانا یعنی چن شکیان مدی نظره کتمان کلمت و حق ارید به الباطل ایدی پینج اصلا کان همو یان ظاهره کان جوانا بلام محتوى کزو خراب یان دجیر ده هیا جا یکی لوانی لو نتیجانه که لعدلی دگرن یکی کان مسئله لطفه باشه لطف لطفش بو معنايا دلين لسر خداواني تبارك وتعالى واجبه كاركي وبكات كعبدي نزيق بكاته وبولاي عبادات ولا معصية دوري بخاته بعثتي انبياء وداني عقل اوشتانا لسر خداواني تبارك وتعالى واجبه
باشا بس او جاركانا نتيجة دوم اوياك لسر خدواني تبارك وتعالى واجب لسر عبادة سواب عبدان بدا تواد مقابل قناه دا عقابيان بدا ناتواني عاصي عفو بك وناتواني مطيعي معاقب ومعذب بك بس شاكا يكي كان اويا كان لسر خدواني تبارك وتعالى واجب رعاية اصلح وعبدي بك شاكا دي باش ها أصلح ما لتفكني نا اصلح ما لتفكانية اصلحك كنت عازم كردي دي اصلح بش معنى كيا اصلح او انا بش معنى كي دا جرين جلو ارعاتي اصلح دا اخلاف يدي اصلح بمعنى اوي كانفع ابو عبدي ده نابت اللطفك اللطف اوي كاركي بكات كاو عبدين نزيك بكات او بو تاعته لمعصية دوري بكات او باشا شتكي يعني في غنبري بو بنيري مثلا بلام اصلح اصلح اوي تشتك منفعتي او عبدي تدا لعلم باري تعالى ده حتما بيكا يعني او زور عام ترى لا موردي بيش لا لطف حالي هشون يعني لطف بلان يكاك لجير مجموعة كاني اوايا هي جيش دي شونا في صلاح ها اگر وجود صلاح لسر فضل على ابو عبد او همو في معتقدا دي تمام لطف كان يفاد على صلاح بيجي صلاح ايش بيتا بغير نابتا همان لطف كديسا شمكن يكاك لزير مجموعة كاني دي بيتا لطف يكاك يعني زي صلاح خوف لو عام ترى هر اوانيه که مثلا واجب بيتن فقط اون دکه پیغمبري بو بنيريتن يعني كارك يوا بكلا تاعت دوري بك نزيك بكاتا ولا معصيه دوري بكاتا خو الصلاح هر اون دنيا فنيا هر شيء كي صلاح بيتن للي حازي جا الان دلين دي كصلاح بيتن بس شو معناه ياك اون دلين عندك يان دلين بمعنى انفع اوي كمنفعتي بتلب وعبدي جا اوي كدلين معنى انفع بونت دوده او رأي معتزلي بصرية وانت دو دستة عندك يان معتقدا انفع لبو عبدي بزعم عبدي حالي هي شو عندك يان جلن ما انفع لبو عبدي بنسبة علم باري تعالى هذا قيت شونا جا اوي كدلات اصلح بمعنى انفع لبو عبدي لديني دا بنسبة علم باري تعالى ابو علي الجبائي دسال او عقيدي تيجيش شونا جابوا أو اعتراض زي دي تسري بلام أوي ديك كدلتا أصلح بمعنى أنفع أنفع لديني دا بلام بزعم عبدي يعني منزولي أويا لسر خداواني تبارك وتعالى واجبة كأو إنساني قوري بكا بيجين تمرحلي تكليف لمراتب السواب أو أنا نزيكي بكا تواو أو عبد بزعم خوي واضلي دي دلال من الدبي قوري كذبة وقش بمسني تكليف او اسبابي كلازمه بو هدايه لاختياري من الدانا باولا مراتب الثواب النزي كربما و او انفع راي بعضك لا ديسان لا وانا كانا راي بعضك لمعتزلي كانا هيجي ايش تشونا جا اوان جهر معتزلي بصرنا راي بعضك لو انا كا او وقتي او سؤال واردي او اعتراض واردي سروان نابت شنكن عاصيه كا باري تعالى جوري كردوا جيش يعني في حصتي ام بي اي بو كردوها اسباب هدايتي بو فراهم كردو بو خوي انتخابي نا كردو هي جيش دي بلان او وقت الشيخ اشعري ديتواني اگر شيخ اگر ابو علي الجبائي او رأيي هبا اصلحي او بمعنى معنى كربا اعتراض بشي وارد ابو بصغيرك صغيرك ديكوت اتو انفع بو من بزعمي من كجيشتن بسني بلوغه و اوانيا فراهم النكردو جابوا يا شيخ عش عجوا وانا إذا كذا نأخو لازم يا بعض الصغيري أربك على سؤال إذا بنشد أبو علي الجبائي اعتراضك يعني بتشي أبو علي الجبائي محكوم ده بيه فكبير يا عاصي محكوم ده بيه بس كباص الصغيري إذا كان شيخ عش علي زرع ما أنا سؤالك يبرسيه كأجر أصلح بمعنى يتري شيء معنى كرد بايوا يعني كسانا كتري لي بنا معتزلي كاني كأنفع في الدين بس عمي عبدي معنى ده كنوا بس صغيرة كيدا يتواني أوان محكوم حالي هاي بلام على اي حال باسي او برايدك كبا مطيع بكبير مرجوع وفقد بويا في ضمن ارخاء العنان فقد اويا ك يعني دي هو زميني بو فراهم بك بو جواب دانوا لان هذا سؤال دنيا زكي في نيه حالي هي شو يعني او اشتكي تدا بس نيه بو معنى كبي هوي كزكي في محكوم بك فقد هدفي اويا ك لو سؤال دور دور طرفي خوي بلا قصه كردم بكيشي جا او جارك انا محكوم بك حالي هي شو أجربة معتزلي بعد بغداد جلو بين يدا رأيا هي اللي باري أصلح ده أون جل رعاتي أصلح سر خداني تبارك على واجبة بلام أصلح أو ظلنا أصلح للدين والدنيا ده
واجبه هم لباري ديني عبدكي قيامتي عبدكي هم لباري دنياكي دا خداواني متعرعاتي اصلاح بك بما اصلاحي بس معنا يعني كارك يوابك موافق بدي قال حكمة التدبير باري تعالى كارك يوابك هر كارك كديك بنسبة عبدي دبيت حكمتي تدابي وتدبيري تدابي هل هشو دا قاو بمعنى بيتن هش اعتراضي تداني اهل السنة تجربة معتقدة كاري خداواني متعال خالي لحكمات نيه هرشان اما اطلاع سر حكمته كان ده فايدة ناك انجاري بس او اعتراض وارد سر وان نابت فقد وارد سر شاخي معتزلي بصرة ده بيتن كأصلاح بمعنى انفعي للعبد شبه نسبة علمي باري تعالى شبه زعمي عبد معنى بكنوا كأبو علي جبايل سر شاخي اول بوا تيجي ايش تشونا اعوى استاذك يخوي محكوم دكاتنو جدوايا الشيخ اشعري مذهبي ويترك دكا واشتغل هو ومن تبعه بإبطال آراء المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة البته لي رأي عصام قصيكي كردوها قد شاولي بكان عصام قصيكي هنا وتوا لحاشية كي خويدا لو مجموعي حواشي بهية أخ عصام اشتدى برقي دومك نصف آخر برقي دوم جليودا دلت أو يعني فقد باري تعالى زباني أبو علي الجبائي بس نيتواني جواب داتا ودنا جواب دانا وي أو سؤالي زور عصام بو عصام واد الله عصام نعلم بعقيدة يا ها هذا ما كي يكجار زور قوري أهل السنة تيجي يشتي فقط عنده دالي جاء فقط خداواني تبارك وتعالى أو لطفي كرك أبو علي الجبائي لير ذهني نقاتا أو جوابي دنا ديتواني جواب داتا وبلي تشي بلي رعايتي أصلح لسر خدا وقتك واجبة كأصلحك لوي أصلح تر معارضي أو أصلحينك كاركي تشاكتر لو كارا تشاكيا بنسبة علمي باري تعالى يان بزعمي عبدي موجود نبي دي ديرا لو مسألة يدا أصلحك معارضي كردبو كتشبو معارضي كردبو أو كابري عاصي كبا عاصي وبا كبيري مردوا باشا أصلح أو بك أصلحي أنفعي بنسبة علمي باري تعالى أو بك بس وانك يعني بنسبة علمي باري تعالى أصلح أو بك بمن دالي بمريت انا اقر اصلحي واقعي دا برسي بلام لو اصلحش اصلحتر شتكي ديك هيا كتشيه كا اقر او كابرا بصغيري مردبا ازدواجي ندا كردو دوايا او نسل صالحي اللي فايدا ندا بو او كي قورا بوا با قناكاريشا دا شيتا جهنمش بلام مصلحتي زوري تدا چونك نسلك يكجار صور صالح حالا كي وعلماء قورا لنسلي بي حالا كونو او جاركانا اگر به من دالی مرد باش بسا دایکو بابی زور زور نار حد بان لبر مرد نکی و لسر کفر روشت بانو او جورش دانه دینه دوا دیگه اشتی پس که ابو اصلحک لو اصلحی اصلحتر هیا معارضه دکه بویا خداوانی متعال مراعاتی اصلحکی دیگه کردوا رعایتی اصلح وقتک واجبه که اصلحک لوی صلاحتر موجود نبی دلیل لوی صلاحتر شتکی دیگه ابو آخر که اوانه نه یعنی راست بعاصی مردوا فقد عندي أوني أصلحك اللي مترتب وك أولادي صالح وعالمي لهالكلمة فني يعني كداي كبابي زود جزعوا فزعي أنك ذور ترك في النروس نعرفه جاء البته ما وصباق الأوي هنا وتو نال عصام أو شتيك دوا طلع ما وصل لكن هذا ده هنا ونقد دكا ضل جريك أولا مسلمني كوابي هرشي هركسك كبع عاصي وبكبيري مرد بحث من نسلك صالح لهالكلمة وذاك اللي عاصي كبير بيجنا في صالح جالي علنا كبيتاع كل زمان وني آخر واجني هر كسي بس غيري مرد بي حتما داي كبابي جزع وفزع يان كرد بي وشان كرد بي اوانا تيدا قيش وانا لولا يشوا او اصلحا اتوبة شي معنى ذاك يوا خو اما كنت من انفع لبو شي انفع لبو شي لبو عبدي تشو الان نكتا يدقاتي لبك انفع لبو عبد دي باشا او كناس لكي صالح الله كيويتن لناس لي او انساني شنفع كيبويا وقتا كيبو خدشت جهنم مخلدي في النار ونيا اجل اصلحي بمعنى ويدا جري كموافق حكمته تدبير باو راي معتزله بغداد ونيا او اختي قبوله انا هو اشكالي هكي دانيال هر سؤال وارد نابتا جواب بدري توا ابو علي جبائر رسال عقيده هر نبوه رسال عقيده اعتزالي بصره هو كاصلحي معنى انفعي لبو عبد انا زال او بالنسبه العلمي باري تعالى بس كوابو او سؤال اولا هل جري ناي سلمينين او شتيوا باجل بشي سلمينين زلين او اعتراض ابو علي جبين نجي ثاني او جواب بدا ولا برويك او اصلح معنى انفعي لبو عبد معنى كذا تو تيجي ايش تشونه جاء اسلام وانا اسلام بخوي
يكيك للنوادة كاني أستاذ أبو إسحاق إسرائيلية أبو إسحاق إسرائيلي زور زور معروفة لكلامه لأصول ده صاحب نظره يدي يكجار زور دريائي جوري علمه لنوادي ويا دقات السلسلة كي دقات سر أبو إسحاق أبو إسحاق شاقردي شيخي أشعرية ضلي هرشان أستاذي بابا جوري منا هرشان زور أوايا وأوايا وأوايا بلام حق أوايا كا أبو علي جبائي ديتواني جوابي أو اعتراضي بذاته فقط قدراني متعال زباني ويقفل كله نيتواني جواب ذاته جماعة صباح جواني هنا وتوكل نيدي تواني أصلا هل نقبلي ألو تهر خدا زباني قفل كردوه ولا جي خوي بلان حتى أقل زباني قفل جنبه هل نيدي تواني أو جوابي بذاته ممكن جوابني هذا برابر أو سؤالا وماني براسي اشتكى إلزام نية اشتكى يعني ونبي كسؤال جوابكي إقناعي بفقد أبو علي جبائي بقناعات بقيني وأنا برهانة ليقينيات فيكات وقابل دفع نية تجيش تشونا زور شاكا جا شيخي أشعري تشينا سرمتناكي مذهب أبو علي جبائي تركب دو بوخوي ومن تبع كان شيخي أشعري أواني كتبعيات يعني لذكر مشغول بون بباطل كردن ورد كرنوي آراي معتزلة بتكد الله آراي معتزلة يعني أو آراني كمربوطا باعتزال هنا كل آراء معتزلة شرات كذب توه آراء المعتزلة وكتعليلي حكمة بمشتاق دي مش إلى بما أخذ علية اشتقاق وني أخذ بعلية ما أخذ اشتقاقك أرانا كي معتزليان يعني معتزليان لأهل سنة جداد كنوا مخالف شرعا أو أرانا باطل كردوا مشغول بون بإثبات ما ورد به السنة بس ثابت كردني أو عقائديك سنتي في غنبر صلى الله عليه وسلم في وارد هو إثبات وان بدليل إثبات أو بدليل بيدي بدليل أو عقائدك السنتي في وارد ببو وملا عليه الجماعة أو ما يعتوسه وردد سماي بس ذردي أو عقائدك حركتك دبور سر أو عقائد جماعة أصحابي في غنبر صلى الله عليه وسلم متابعين مشغول بون بإثبات أو عقائد بدليل جابويا فسموا أهل السنة والجماعة نام جزاري كران شيخي أشعري ومن تبع كاني بشي بأهل سنة جماعة أهل سنة يعني جماعتك جماعتك كأو جماعتي معتقدا بو عقائديك السنة في وارد بوا ودفاع لو عقائديك ومعتقدا دفاع دكا لو عقائديك جماعة أصحابي في غمرة سنسلي حركة كدوا باشا ألبتا أوانا نام بزاري كلام بو ناوي انحصاري نيا بل فقط ناوي وانا أولا كسك كنيو برا بو نيوي أوان بون حالي هاي بلس. أهل سنة الجماعات بلام أبو منصور ما تريد ومن تبع كانش دواية منيا دواية أو نوابوانش كترة بلام بفاصلة كي كموا أول جر أو نوابوشي إطلاق كرا شيخي أشعري ومن تبع كاني منيا بلام دواية بو أبو منصور ما تريد ومن تبع كانش أو نوابوشي كترة فاستوابو أو فسمو حصرنية بلام أو نواب فقط اختصاصا نيوان بي يعني فسمو أولا أولين جماعتك كبوني ويني وقران أوانا بود جاءوا نكتيج داخلي فرانتز وما بحث اللي بكين كشيخي أشعري وأوانا ناوم براون باون ناوي معنى أوانيا كأوانشتكي تازان هناوا هر خود الناوا كش دقينيت كأوانشتكي تازان نهناوا ونيا منظور ما هو هر لخود الناوا كي يجي إنسان فكر بكاته وكضلا أهل سنة الجماعة يعني أوانشتكي تازان نهناوا أدي شي عقيدة كل سنة دوارد ببو جماعة الصحابة رسالة حركة ينكرد ببو أوانا إحياء ينكرد ببو بس كوابو أوانا إحياء جارن أوانا مؤسس نين إبداع مبدع نين شتك يعني إبداع كرد بي اختراع كرد بي شتك كهبوا نورك كهبوا بلان دواي سعي ينكرد ببو أو نوري خاموش بكرد الشيخ أشعري من تبع كاني هاتون أو نوريان كما هو بخلقي نشان دارا حالي هيشون ما هرني وكي بخوي او فيامي تداعيها اهل السنة وجماعة تيجيشن شونا جا اول ليلة را كديار الشيوعي اعتزال خلاص بو رواجكي ورده خام برو خاموشيهات باشا كديارك دوايا برو خاموشيهات او جلس على كان دواتر دا دزان فتوحات اكجار زور بو لاني مسلمان عنده هلا دوران خلفاء دا فتوحات شروع بو وردو دا فتوحات هر زورتر بو ويلي هات ديني غالب لسا كوري عرضي ديني اسلام بو يدي ونيا شان قرنان اوابو كا با خلفاء يكهبون لدواء خلفاء راشدين تعدادك كم يان پايبند بون بشي زور يان پايبندج نبونه
بەڵام مسلمانەکان چونکە خەریکی علم و ئەو جورەشتانە بوون وردە وردە ینی زاڵ غاڵب بوون دی ئەوانە غاڵب بوون تێگەیشتی جا وەختێکی غاڵبن ئاخر مسلمان ئەگەر فتوحات زۆر بێ ئەو مەملەکەتێکی فەتح دەکرێتن ئەکسەری خەڵکەکەی بەرەو ئیسلام دێتن هەر یەکەی بە پیشفەرزهاوێک و زیهنیاتەکەوە دێتە نێو دینی ئیسلام یەهودیە و مسلمان دەبێ صالحا عالمكي يهوديان بوا زي او يعني بعض رسوباتك فكري لذهني ويدا هر ما وتوا هاتوا واردي اسلام بوا با اخلاصي شويه بيت بلام او ذهنياتي لبير نشو توا فانيا فمجموعة افكارك سير يهودي وارد واردي اسلام دبيت جابوا اذا ظن اوهم اسرائيليات واردي نيو ديني اسلام التفاصيل ذا اقر شاوي ليب كان تفاصيل كفارتي خصوها ولا جيخو بلان تفاصيل كفارتي أنا خصوها أو هم إسرائيلياتي تدعي مثلا لباري داستاني حضرة داود ونيا كدالة وانا كيكين يكي لأصحابة كاني خوي جنة كي زور جوان بو حضرة داود نوادو نو جني هبو حضرة داود بلان بو عاشق جني أو أصحابي خوي دواي نار دي بو شار بو يكا أو شتبتن بوي كا شهيد بيتن او بشتا بهشت و جنا كشب بيب و حضرت داود اولا تفاصيل لها تبا باشا مولا ناردي بو شر و او صحابي شهيد بو صحابي حضرت داود و حضرت داود قال جنيو ازدواج كردو باري تعالى لي ترابو او ملائكي ناردن كاب اك في بلا لباري دو براندا كي يكي كان نوا دنو نعجي هيا و يكي يكداني هيا او ينوا دنو كي هيا بلتن والا اتو دبي يكدانا بزنا كي خوش بدايد ممن او اتشي او حضرت داود بوي معلوم بو كاوام منزور او كاخ الظلم ذاك هذا او انه ودنو داني هي خنا بي او يقدر نشي لي بالسنه ده او زر حالي بو كا من زي او يعني من ودنو شنو ما هو يقدر نهي ابو خنا ده باجنا كي يوم ديستان بو شو سر قبره كي زور جري او زور جري او كتي ده بي عفوا بكيو حتى دعاي روحانيتي او كبره هاتو كتي ما او عفوا كردي و ام خدا برجو ما تبهشتي او جنم هر ندي يستو او كي امن بي جيشتون هزاران برابر لو جن يعني اول حكايتك يوان صاص كلو تفسير او ايات في غمبر كاريو هذاك كمعصوم شفي غمبر نايك قطعا هدولا لمقام النبوة بلام اوا حمو تفسير كان كدواء دين بديد النقادية وتشاولا وتفسير انا دا كان ظلن اوا تشيا اسرائيلياتا اوا يهودية كان دا نيوان دا اوش دي هبو دواء باو ذهنيتي واردينيو اسلام بونو هاتون او ذهنيتي خوان كلو التفسير بو او آية قرآن جاشتي ويك جار زورا اوا بو علتك اوا بو وقتك فتوحات زورا وجماعات ديتو دستا دستا واردينيو اسلام دا بن باو ذهنياتا ودين جدوای رسوبات فکری خوان واردینی وانه بده کن دینی اسلام بکن تیگه ایشتی جدامانه اسلام هر وسیع دبو هر وسیع دبو تا لحاظ علمی شوا دبینی که بعد شویان لکرد علوم فلسفی لمناطق غرب دا روج اواده یک جار زور مطرحه لیونان و اوانه دا که یونانش تمدونه که یک جار زور قدیمی های آخر تمدن یونانی دیم سرزدنی وقتی باسی تمدنان دکلی که کن اوهی دی تمدنی زور قدیم و زور کن و که حسابی لسر دکلیتن دي فلسفة اليونان رواج زور هبوا استفادة شي هبوا فلسفة وهم يهر باطل نية بشكل فلسفة أو كباسي مبدأ ومعاد أو أنا ذكاتن لغير شوارش وشارع إذا أو باطل لدنا خوانا بك هم مشترك شهر باطل بيتن عن رياضيات أعلن بشكل زور لفلسفة لحكمة نظري وهر هم إلهيات نية وني آخر دي إلهيات وطبيعيات ورياضيات هل يكي جير مجموعة خوش إذا ظاني فيزيك وشيمي وأنا زير مجموعة أو حكمة عن نظرينا دي باشا منفعات الشهاب جابوا يا خلفاء كان دستوري عنده خلفاء كان عباسي او انا دستوري عنده كاو فلسفه ترجمه بكري للغه اليونانيه ربو لغه عربي وقتك كفلسفه ترجمه دكريتا وبش الهيات او انا شي ترجمه دكريتا خالكي ورده ورده جذب او جرش ده بيتن افكار فلسفي ده وايا دي وقتك كشت او خطر ديتا في شيء وظيفه عالم دينيش او كدفاع بكايدي في جهاد عالمش الجورياتي عالمش هذا ويدا يديك في رمضان صلى الله عليه وسلم دفرمي بحضرة أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ونيا وأن وتغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة يعني أوك تعريفي في ربوني علم ذكاة زانياري لسر آية قرآن وأنا ذكب ويشوفني عالم ذاتواني منفعت بغير خوي بجيني عالم بو خوي بو غير خوي كاردك بلام خلقي ديك اگر صوفي بيتن اگر عابد بي اگر زاهد بي منفعتك بتني بو خوي دقري توا بشي زوري بنيا جابوية فضلي هيدي فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم دي اوانا او عالمانا براسي دلصوز بون بنسبة ديني
وقتك كإحساسي خطريان كرك أو أفكاري هاتو تنيو مسلمانان مسلمان فري بيود أخوة أو بشيء كزيد دي دينه مخالف دينه لفلسفة دي مجبور أو جرسب كان دفاع بكن دفاعش كان جدا بيتن حتى أو علمي فير نبن ناتوان النقد يبكن ونيا هاتن بوخويا فيري بون بأندازة كيوالا فلسفة عن لفلاسفة شاكتر دزباني جا أو جركانا راديان كردوا ثم او حتى يعني باسي ويدا كنك اوجر كلام متأخرين شونا يدي لقارني بينج بولاوا سيدك شونا ثم لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة شنجوانا عبارتك انشاب اقر امن بام بعلمي كمي خوموا يعني هل علم مهرنية بغن بجهل زوري خوموا لم كنت حاولوا الرد على الفلاسفة هذا حاول الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة هناك فلسفة هل بيجري الرد بكناوة أو بشيء كتبتا خالفوا فيه الشريعة نزو عبارتي عالمان هل دولة وديارة يدي أو قصة عالمانية ديخ فيما حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات وهذا هو كلام المتأخرين دعاء وقتك فلسفة نقل كلال الزبان يوناني رابولاي زبان عربي يربشي نظرية كي منزوري دي فلسفة حكمة نظرية كي منزوري دي حكمة نظري إلهيات وطبيعيات ورياضيات دقريتها ووقتك ترجمة كرابو عربي ولو شرحان دا نسره وش خالد بن يزيد معاوية أول كتابه كترجمة كردو دواء حنين كري إسحاق وأوانا نسره وندير نكتب كان دا باشا وإسلام يكانج روشون خالة روشون شون أخوار تعمق ينكر فيه لفلسفة دا ونيا خوال روشون لشتي باطل لا بيدالت أو فلسفة أو بشيء كخلاف الدين بو دبو أو تعمقي كده نبايا ونياخر بلام لو شتا باطلي دا روشون إسلامية كان باشا وقتا كمسلمان كان بيو آلو دبون أو جارة كان هاتن حاولوا متكلمين قصدي ويان كردو محاولي ويان كرد كرد بدن لسر فلاسفة دا شوية دا فيما لو بشا عقايدي دا كمخالفان كردبو فلاسفة فيه لو بشي دا دقل شريعتي إسلامية جابوا يا علماء كان هاتن تكلاو ينكر دقال كلام فخلطوا بالكلام او انا هم استخدام ينتدائها شكا باسي ما باسي قدماء بو كلام كلام متقدمين بو دي خلطوا يعني متقدمين تكال ينكر تكال ينكر بالكلام دقال كلام متقدمين خو كلام متقدمين فلسفة تكال نبوا واني اخر تكال ينكر علماء دواتر وكواني كبدو متقدمين دهاتون تكلاو ينكر بالكلام تقل او كلامه تازيك كلام متاخرين ونيا بمعنى تازي خوي تكلاو ينكر زورك لشي من الفلسفه لمسائل فلسفي بو تكلاو ينكر نك بو كبه خالتي بسلمين النقال بكلام دا بل كل يتحققوا مقاصدها بو خاطري ويك تثبت يان بو پیدا بين لمقاصد واهداف فلسفي دا مقاصد واهداف فلسفي يعني بس هو معنى لي حاضبا بني آخر شوف إن أجر شتاق واردي علم كلام كلا وعلم كلام الجو عظمتك هيبو كي يجاز علمك ما ترحبو وما ترحشة الآن مجبور لقالبي كلام ده مشغول تكتكي مسألة كان بن هاتن لو قالبي ده مقاصد وأهداف فلسفة برسيك البويكا بتهو معنا دقلي أشنا بن تحقق يعني حالتي علمك التواو نسبة بفلسفة شناختك التواو نسبة بفلسفة وإطلاعك كامل نسبة بفلسفة بوان تو بيدا بيتن جا شون بو تكال ينكر علته بو خلطو هدف يعني لو تكال كرني فلسفة دقال كلام شبو هدف يعني اوابو كتثبت لأهد شو من وقتك كهاتا نو علم كيوان وكو علم كيخوان بيو مشغول لبندي اها جب دواية كلا اهدافي فلسفة حالي بون با علمك تواوش ناختيان پيدا كرنسو بو فلسفة با اهدافي فلسفة تمكنو دصلاتيان بو پيدا بي لشي لإبطالي او فلسفة كمخالفة دقال شريعة إسلامي باشا جاهد تكال ينكر وتكال ينكر وهلم مجرا طبعا عتو بسر مقدرك يعني استمع عتو جراق لابو او كامن بوتم خين دوو وهلم ورا هلم يعني تعالى ورا جرا كحالة كوني توايا
او زنجيري روچوني اسلامي كان لفلسفه دا بيكشه و بيكشه بيهينا تاچوه بيهينا زنجيري روچوني وان و جدالي وان لباسي مسائل فلسفه دا تا او جيه بيكشه الى تاچوه جربك بيكشه تا او جيه كعلماء هاتن متأخرين كان داخل يانكر فيه داخل يانكر لو كلامي تازه دا بشي زوري طبيعيات و الهيات و حتى روچون للرياضيات اجدا باشا كيد يا مدير تعريف عنا كان تعريف كان تنخين دول ما قال هذا طبيعيات شيء وإلهيات شيء ورياضيات شيء لبير ما هو ها ليت أنا ترسم مواد ما ترسم هل بلا لبير ما هو اللي ينافس لا حواشي كان أنا على خدي ما تنكيد هاي كل حاشي هم ما خلاص إذا ساكا أو أنا زيد مجموعة ختمتي نظرين معظم يعني بشي زور بشي زوري مسائلي فلسفي طبيعي وفلسفي إلهي فلسفي إلهي كباز دكاتا لأحوال مبدأ ومعاد بلانشي لشوارشيوي الشرع دا خوي ملزمناك كباسي لي دكات شوارشيوي عقل لك شا عقلك صحيح بيت شا عقلك غلط بباسي لي دكات واحتارو شون دا رياليات جدا حتى باندازه كي اوشتانا تكلاوي كلام المتأخرين بون حتى ويلي هاد نزيك بو جدا نبيتا وكلام كلام المتأخرين لفلسفي اجر اجتمالي او كلامي بسر سمعيات دان نبايا اخو بشك لكلام سمعياتا سمعياتش كتظانن بدليل سمعي ثابت ذكريتا بدليل نقلي وكو بحث استراط وميزان وحوزي كوسر وبهاش لجهنم واوانا اگر او نبايا چون او معلومه لقالب اسلامي ده فضل لقالب فلسفي ده ني اگر او اجتماعنا نبايا كبره چويله كلام متاخرين نكت في واد او هر فلسفه ني ديزاني كه او كلام ديگه ايش نشونه اواتي كليان كه فلسفه ديگه علمي كلام جا وهذا او كلامي كتيكلا و ديگه مسائل فلسفي و تحقق لباري اهداف فلسفي و ابطال مسائل فلسفي كتكلاو بواد قلب شي زورك لطبيعيات وإلهيات ورياليات أو كلام المتأخرين كلامك كمتأخرين فيو مشغول بونو تأليفات يعني تداك كي قيشتي شونا فرق كم عارض كردونا في اشتف فرق كي أو يا كلام فلسفة وحكمة نا فلسفة وحكمة هريكا كان كلام وحكمة فلسفة وكلام أو يدي كلام باز ذكا لأحوال مبدأ ومعاد لشوارشيوي الشرع دا شوارچوی قرآن و حدیث و شرع دا خو مرزم د زانی کله شوارچوی د حرکت بک اگر دلیل کی نقلی قطعی و دلالت هبو د زانیتن کی او دلیل ی حق او بهج مخالفت د قرنا کاتب حاله شور اگر دلیل کان ظنی و دلاله بو و عقل کی صریح هبو لسلو کی او مثلا او ی او دلیل کی مخالف د عقل بو شته دلیل کی ظنی به ظنی و ثبوت به یان ظنی و دلاله به دليل كي بو تأويل لك بل أن أجد دليل كي دليل كي قطعي به قطعي الثبوت وقطعي الدلالة به كما جي قرائن بهيد جرناين الترجيح عقل بدا بسر أو نقل إيدا تيجي إيش دي بل أن فلسفة وحكمة سعيدة كان باغ لأحوال مبدأ ومعاد بكان بل أن خوان ملزم بو تشارتي وين أظان دليل كي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة جب بو مسألك ماذا مخالف بدا قال عقلي وان عمل بو دليل قطعيين أكد حاليا شو؟ كلام هم نقلي كده جا لشوية ده ترجيح نقل كده دان يعني أهم عقل نقلي كده يا بلان ترجيح عقل أجر عقل نقل تعارض يعني هبي بفرز أجر تعارض يعني هبي ترجيح كم يعني ده أجر عقل نقلي كده نقلك قطعي الثبوت وقطعي الدلالة بيتن ترجيح ويدا ده مثل عقلك كده بلان عقل بيشتبه شو باشا دلالة بيان ظني الثبوت بدليلك نا او جارك انا تشاور اذا كان عقلك الصحيحة يان فاسدة اخر عقليات جمهوها صحيحة اقب برهان ثابت بك عقلك الصحيحة والصريحة دليل ظنية كي ظني دلالتك كي بوش لك بوي تأيو لك تيجي اشتا جالي رجل فيم خوش او انده متعلق اول سر هبت هل انا كان اشاعر متهمن بوي كدينان مسائل ديني وعقائد ديني سعيدة كان بعقل ثابت بكم وتوجهك بنقل ناك أو اتهام وارد سر أشعر بوا لدوران إيمدا واجنية بلان ها التهمة بختانة جا بهم خوش أنقول لي حالي من لو أن ديدام هل إجمالا بحثي دكم كم من سري عقل النقل الذي دقاي أشعر وآوايا
وانيه اذا هر همشه وشوين عقل بكون اي عقلك الصريحه يعني عقلك غير صريحه نقلك يعني النقل الصحيحه يعني نقلك نقلك غلطه يعني نقلك قطعيه يعني ظنيه لباري دلالته لباري خدي ثبوته كذا او انا هم جاي بحثا جنتها اشاعره هم علماء اسلامي هروان كذا ونيه طرف داركان ابن تيميه او اعتراض دين نصر اشاعره على مكان باشا دي خدي ابن تيميه لچندين مورد دواي كذا هاتو نقل تاويل كذا لبر خاطري شي لبر خاطري عقله نقل ابن تيميه هر علماء خويا مثلا عثيمين ابن عثيمين لزماني اي مدى هاتو چندين مورد نقل تاويل كذا لبر خاطري ويكا مخالفه عقليها وني اخر اجا هم كذا مجبوله وابكي دي وقتك نقلك مخالفه قال عقلي الصريح عقلك الشكل تدانيه كصحيحه ببرهان ثابته نقلك مخالفه يا او نقليا قطعا او نقليا قطعي الثبوت قطعي دلاله نيه شكل النقل كقطعي الثبوت به كلام باري تعالى به كلام في غنبري صلى الله عليه وسلم دلالته شي رسال او معناه قطعي بالناكر مخالف للعقل خداك عقلي خلق كردوا او خدايا نيه محاله انسان ما شلون يتصور بك كشب كاتن اشتكي وابلت مخالف بدقل او عقل صريح تجيشتن بس اگر مخالفتي كرد ديار اشكالك لا شويه دايا للنقل نقل كيدايا لدلاله كيدايا قطعي الثبوت يعني قطعي الدلاله نيه جا بس او اختي شدا كان نقل كي بو تاويل لك تجيشتن شو توجب نقل هناك باش محمد كيف بلد وهذا هو كلام المتأخرين كوجبة كلامي متأخرين كلا وجد نسيوانا لكتاب كان ينقود سيف الدين عامدي وإمام الرازي وشيخ في جرجاني وعلامة التازاني كما تلفن شنو نرزن يكي بولي ده بنا للمادية بو دي باش بلا جليلة بهم خوش بو باسق لشيخ أشعري بكم بلام ديالينا وبو أولي درس آيان ده فقد وبيرم بيننا ولا بيرم دشتاو شنك باشا باسق لشيخ أشعري لكتب كان ده هاي منصب آخرج بإجمال نسيوة تلفن خوش بيلان خوش إن إنسان عشنا بديك الشيخ أشعري وبهر خلامة لعقائد ده اتباع للشيخ أشعري ذكي ثانية تقليدناها اتباع باشا جاء أول بس كابو كلام دو مسلك هي لكلام ده تأسست مسلك متقدمين لعلم كلام ده ومسلك متأخرين مسلك متقدمين كعقائد ديني مكتسب لأدلة يقيني صرف بعض ذكاو مخالفات شيء خلافيات دجال رخي إسلامية مخصوص دجال معتزلة كلام متأخرين أو تدايا بيجعل ومسائل فلسفية جار زوري تدايا بشي زوري خلافيات كده قال فلاسفية بس هذا كيف شونا؟ زور شاكا جاء أما وبالجملة جاء شو كلام متقدمين به شو كلام متأخرين به هو أشرف العلوم هرشيا شريف ترين علم كان لا علم كان الديني لهم علم كان شريف تره لهم علم كان برسترو قدري زياترا وبالجملة بيكبي سببيته وبالجملة يعني بهيدا بو ودست من كوت نتيجة من قرد بالجملة بسبب جملة ومجموع بحث كاني بيشو جملة يعني مجموع بسبب مجموع وكوي بحث كاني بيشو او من بو ودر كوت كهو اشرف العلوم تجيشتن يعني حصل بالجملة حاصل بو بسبب الجملة مجموع بحث كاني بيشو ككردو مانا لتاريخ جي كلام دا حتى ايرا شما بو ودر كوت او حاصل بو هو اشرف العلومي ككلام بشرف ترين علومانا بو چي او من بو ودر كوت وانيا شرط دكي هيا شرافت من بوني علمي كلام دقل بحث كاني بيشو بالي بو ما ودر كوت و بو ودر كوت ولا لكونه اساس الاحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية يقلب الخاطر ويش ممكن علمي كلام اساس احكام شرعي واحكام فرعية هم لباسي فروعيات وهم لباسي اصول فقه دايدي من احكام شرعي هذا لا منزوره اساس ابو هرد قلايان اولا شوي زاندراوا لو قلت كلمه منطقي للفلسفه لبيرت انا بخش الو مالي ليه
ليه؟ شيا بيجا اه بيجا شيء ناخذ ام بي اه بيجا ده دبل زنجي بولي ده شيست حاشتي وشاش شيست حاشتي وشاش حاشتي وشاش اه تليفون اللي ده او سنيسي تليفون او بزينا ساب ده هي دست الشمارة عنش شمارة لو ساري يو انا يو عم باشا لكونه أساس الأحكام الشرعية بو أشرف العلومات يمكن أساس أو زير بناية بو أحكام الشرعي كأو داخل دبي وقت كدلي بسبب جملة بحث كان بيشو أو حاصل بو دبي لبيش زاندرا بيدي ده هو زاندرا لبيش كتي كالمنطقي للفلسفة شون منطق فايا بو فلسفة أوش فايا بو شي بو أحكام الشرعي وأنا بو آخر لفس كوابو وقت كفايا بو أحكام الشرعي دي أو ديالا لأحكام الشرعية كانت شيها دي احكام الشرعيه او علمي كبار الاحكام الشرعيه ده كلا علومي دي كمهم ترى وقتك او اساس ببوان بو علم كان كجر اساس اي حاليا شلون او جاوا رئيس العلوم الدينيه يا رئيس ابو علوم ديني لا علوم لني علوم ديني ده رئيس شلون كني وقتك الى خدمه علوم ديني دايا علوم الديني لو راسر شاو ده جريندي كني كلام اتو كنت من بعض لا شي دكاتن بعض العقائد الدينيه ده كان مكتسب لادله يقيني ده تا عقيده نبيتا علم كان دي كي ديني فايدا دبن فايدا نابن فكودو الرئيس وقتك رئيس علوم الدين بيت بس كوابو شرافتي بسلوان داهية وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية بويج أشرف العلوم لكوني شنكن معلوماتك كالعلم كلام دا باسكي لي دكريتن ودس إنساني دكويتن عقائد إسلامية أوجل شو زاندراها لتعريف كلام دا زاندراها دي في بعض الشيء دكاتن مسائل تفيد معرفة عقائد الدينية ونياخة هذه باشا بس معلوماتك يعني موضوعك عقائد إسلامينا هذا قيش هنا لفس كوابو وقت عقيدش بخوي مهمة وأقرب علمك بشرفي طبعا شرفي علم بشرفي معلومة يدي وقت معلومك أشرفي معلومات فس كوابو بخوش أشرفي علومة أو جارك أنا وغايته يعني وكون غايته غاية علم كلام تشيا الفوز بالسعادات الدينية خبر أبو كون الفوز فوز دست پیدا کردن به سعادت دینی و دنیوی که اوج هلا پیش زندراوه نبوکتی یورس قدرتا علی الکلام مع المخالفین و اوانا و نی آخر دی او هم چه دینیتن؟ هم سعادت دینی دنیوی دینیتن که اتو لبحث دا کم ناینی و لگل مخالفان هم سعادت دینی دینیتن که اتو به شبه مخالفه کن هل نخلطی و نی آخر دی اوش پیش زندراوه و براهینه الحجج القطعیت المؤید اکثرها بالادلة السمعیتی یعنی لکونی براهین وني آخر دي الحجج اللي بيتها خبر بو كوني إنسان. شو كني براهين وبرهان كان علم كلام كمسائل علم كلام في ثابت دبيتن حجة قطعينا وحجج عقلينا كمفيد يقين إنه بش يزور شان تأيد كلام بأدلة سمعية. دي وقتك برهان كان شيء أوانا بس كابو كأوج زاندرا وفي شيء دي كتير اللي بتن نبو اللي في شيء كتير لأنه لابتنائه على الأدلة العقلية المؤيدة. وني آخر لبير تن ما هو؟ ليه؟ آها هل يوز أوش هل يوز ذكر كلا هو؟ دي بس كوابو أو أنا هم وان فيش زاندران ببو يكتب بالجملة تي أو يك فايدة أبو بسبب مجموع بحث كاني فيش أو فايدة أبو كهو أشرف العلوم آخر أوش أنا هم وفيش زاندران هو؟ دي وقتك أوش أنا هم وان زاندران بالنتيجة وهم وش أنا تشيا؟ هو أشرف العلوم من ياخذ؟ دور شك. إذا قول أحمد اعتراضك يقرتو على سروة بالجملة دي. أو قول أحمد إيه رأيه كتبه كتبه. باشا؟ كتبه أو بالجملة دي يجي خدانية دي بعبارتك إيه بجولة كتبه كتبه. شاكا؟ تشوفين أوشتانا أوشتانا لفيش نزان دراول. دبي أوا بسبب بالجملة يعني دبيتن لفيش زان درابيتن. دخوان لفيش نزان دراول. أما دلن أو كذلك هو بالجملة هو أشرف العلومي دبي أو فيش الزاندرا بك كلام أشرف العلومة خو فيش نزاندرا
زرين اجا بي بمعناه في با يعني في الجمله للجمله بحث كاني بيشودا او زاندراك هو اشرف العلوم اعتراض وارد به طالما او بي معناه فينيه بمعنى كثير ده معناه السببيه يعني بسبب مجموع بحث كاني بيشو او نتيجه ثابت او النتيجه بحث كاني بيشو اجا معناه في يعني في الجمله الدنيا ومجموع بحث كاني بيشو او بحث شي كده ابو كهو اشرف العلوم دعوه كده هر نبوه فني اخر اما ظلين بي سببيته يعني او نتيجه حاصل بو بسبب مجموع بحث كاني بيشو جا شلون حاصل بو شلون علت كاني او نتيجه اي هر هم ويان بيشتر زاندران لكونه كبيدا بروي هم ويان زاندران ده وقت كدليل زاندران نتيجه كشي شيا نتيجه او هم مقدماتي شبو هو اشرف العلوم تيجي شلون اخذ بي والله بلا منظور او دلاله التزام او تبي تبي او جواب ما صباح اخر دي هنا توكد او بي بي تشيا سببيه نك بي معنى في تيجي شلون شلون عبارة كي جوان معنى معنى كده تو زرت لا بالجملة اگه کتیم بیل جمله منظوری پی مجموع اشتکیه یا کتی فیل جمله یعنی اشتکی کم دنی او مجموعه ایده نه خلاصه نه قبلیم فلان کس ها لجمله او دسته ایده یعنی نفره که کمه لو جمعه ایده بلن فقیه کم بیل جمله هاتن یعنی همویان هاتن بیل جمله کسرت دگه یعنی فیل جمله قلت دگه یعنی زور چک جاو معنی لغوی خوی بلام لو عبارات ذاك واقع بو أو جرى كان ده بيجوا المعنى بكيته أو كأو بيا ده ده بي معنى فيني بي سببية يعني بسبب مجموع بحث كاني بيشو أو نتيجة حاصل بو نتيجة كلا يرى حاصل بو جابوش النتيجة اللي بحث كاني بيشو راح حاصل بو بحثي بيشو شرعة دي قال أو نتيجة يا دلت شون كن الدليل كاني أو نتيجة هم بيش زاندرا عندي فني آخر هني دانا دانش باصن كل كلا شوي زاندرا حالي هي شو ده باشا اگر كلام خلاصه كلامي متقدم ميشي متاخرين متاخرين بأو اهميته هي اشرف العلوم او اوايا او اوايا اواني السلف الصالح اللي عن روايات كراوا كلمات واو جملات واو كانسان بتوا معنا بيزار ده بلا علم كلام كلمات السيد هي كيبكو حضره ابو يوسف شاگرد امام ابو حنيفه السلف الصالح بلا تنكسر كمجهول علم كلام دي نوجي بدو ده دروزني ونيا كلمات اواها بلا بري علم الكلام ده قال او جرى كان قصي واهي دلن من طلب العلم بالكلام تزندق باشا ابو يوسف اللي نقل كذا ومن طلب العلم بالكلام تزندق لامام الشافعي نقل كذا واجر انسان لروج قيامته بهم جناهك وبشي تخزنت باري تعالى من اي شرك فقد شركنا هر گناهی که دیگه دیتا دزین من های شری قرار دادن بو خداوند متعال کفر به هر گناهی که دیگه و بچه در خدمت باری تعالی شاکتر لوی که به بشق لعلم کلام و بچه در خدمت باری تعالی به او کاری و که مشغول علم کلام بود هر گناهی که دیگه کرده بیتن شاکتر الو گناهی من های کفر البته وانی آخر عبد الرحمن زوانا زلک جوابی هیا هر آخر الان کناوی فویل للمصلین نیه ایدی بلی فویل للمصلین الله من يوجناكم الذين هم عن صلاتهم ساهون ايش بدود هم مصلين كان بيليان غونيا نعم جواب اعتراض كان هنا اول اعتراض جديد وي او اعتراض انا هم ويان هن باشا زور شاكا دلا اگر اوايا خصلت صالح شون دكريت مخالفين او جرى علمي بل لباري او علمي دا او قصانا بكنا كريت تسكوا بديارة اتو تحليل لباري علمي كلام ذا جروزنية. ما في تفسيرني دفرمي جل قبول نية أو رواتنا ثابت نية. ثابت نية كقصي سلفي صالح به. نقل نقل كلاود إذا تمرير آخر قيل كتراوة معلوم يقصي بالنسبة لهم بلاي سلفي صالح أصلاً. تيجي إيش تد؟ أو جل كلا الروا تضعيف إذا كذل لثبوت أو نقل أنا ذا إشكال. نقل كراوة بلان ناقل مشخص نية معلوم نية آية أو شتية براستي أو سلفي صالح كتو يعني نسبة دراوة بلايوان بزباني وانا أو كتراوة ذلك هو معلوم نية بلان بفرزي وي بلان
نقلك صحيح به وقصي سلفي صالح به معناه كي معناه كترا وما نقل عن بعض السلفي من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إسباب عقائد المسلمين يعني مسلمين هيا يدي نوني جمع بكثير قد جاوزت حد الأربعين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين يعني متفلسفين بلغة كسرية دفعين بخينين وقال وقفين كين تجعك جوان تلحاص الله بي وقف جبك إيدي كتهدي سهل لبي هبا فتحكي بخينا دلا أو ما يي أو قصاني أو ما يي كنقل كرا ولا بعض أجلس دلا جلق نقلة معلومني كقصيوان نقل كرا ونسبة درا وبولا أو ما يي لشي من الطعن فيه جاء وجل نقل كش لبعض أجلس دلا فنقل التواوي دلا ما يكل شي من الطعن فيه بيان ما كيا كطعن يندا ولا علم كلام دا والذنب كلام ينكر دوا والمنع عنه منع خلقش ينكر دوا عنه لا علم كلام أو ما يي اولا ثابت نيا دوما ضعيفه نقل كلا ولا بعزكيان لبعزكيان ثوما اجر ثابت جبيت نو شكيت اذا نبي لنقل كيدا ورواتك الصحيح وبلق سي سلاف بيتن فانما هو او طعن او منعيا لبوت شفر طائفانا بنسبه شفر طائفانا نكتي عن بعض السلفي انا بعض كلمه بعض كتره واخر ها نصي من ذا بعض كذا عن بعض السلفي. ليش؟ بعض كذا. ليه؟ فإنما هو ذي أو مايا فإنما هو نية أو مايا ما كمان طعن لكلام ذا ومنع لكلام أيدي. نية كهبت إلا كهيا بنسبة شوارد فيا. يعني أو بعض السلفيا بسلفيا بفرز أو قصان كرد بيتن بنسبة شوارد فيا أو قصان كردوا. حاليا شون؟ منع كيوان متوجه شوار قروهانا حموي مسلمان يعني منع نكردوا أو شوار قروهان منع كردوا سلفي صالح أو منع بنسبة كي سلف أو منع كردوا بنسبة كي للمتعصب في الدين بو أو شخصي كتعصب نظري خوي هيا في الدين لمسائل الدين دا يعني وايا كلمسائل الدين دا تعصب نظري خوي هيا وبيجغل الفكر نظري خوي هشتا كتب قبولناك عنادي هيا بنسبة نظري خوي جاء او كسي كبيت مشغول علمي كلام بيتن چونكي نبيج قال نظري خو شي ديكي قبولني حتى زياتر في بانكار زياتر دبيت اخر انا نظرياتي كلامي قبول ما كتر نظري خو قبول يك ودو من دبيت باعثي وي كبوسيله فيربوني سبك كلامي او مذهبي خو كمذهبي تعصبيه ترويج شي في ذات بس منع كبه نسبه دويه كدرا النبي بخيني اگر وابكي اوايا بنسبه او شخصي او شخصا نبي كلامي بخيني حاله شون من عكرو جوكسه دو والقاصر عن تحصيل اليقين من عكيك لبعض سلف نقل كلاوة من عكل لبوكية بنسبة كية بنسبة شخصك كقاصرة ذهني عاجز لو كيقين ودزبينة لقالب برهان ولقالب دليل دا خود ظاني جماعات تفاوتي مراتب أذهاني عن هيا حمو ذهنك نابتا بو برهان وبو استدلال بعض ذهنك ظرفيتي خطابي هيا بعض ذهنك ظرفية جدلي هيا حمويا ظرفية حكمة برهانيا نية وني آخر دي كسك ذهني عاجزة نايكيشي ناتوانيتا بوسيلي برهان يقين بدز بينيتا لبرهان حالي نابيتا مسائل كلامش حمويا شنا مسائل برهانين مستندا بولاي برهان دي او كابراج لو برهانانا حالي نابيتا وقتك بوي بلاي تشويشي بو بيدادة بيتا لذهني ويدا بس كابو او كسا ممنوع على في الوين علمي كلام حالي هي شو؟ أها. وكو إمام البخاري ده جريته ولا حد علي ده كلم الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ زمان بعض كسر زرفيتي أوينية دي كاتوها مشتكي بوبلي. تيجي إيش شو؟ عاجة أو من عيب نسبة أو شخصية. والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين. أو جرك أنا من عكب نسبة كسكية. كأو كسي قاصد وقصد ويها يوميل دكاب وإفساد خراك كردن وتخريب عقائد مسلمان بعض كسي كي واردين مسلمان بو ولا لباس مسلمان ده هدف يوي تخريب عقيدة مسلمان بكاتن شبه ينبو تشاكاتن وعوانا جاءو كسي ممنوع لفيربوني علم كلام أو قصاني كتلا من تكلم فقد تزندق من طلب العلم بالكلام تزندق أو شخصية شنكني بفيربوني علم كلام هدفي أوانية كفيري علم كلام
هدف ايه بوسيله علمي كلام شاكتر عقائد مسلمانا بقتيو شاكتر فكري مسلمانا خرابك دي معلومه ايديا او كسيا فراسي گناه كي گوري كردو او هر گناه كي كرد با من هاي كفر لو گناه شاكتر بو بو حضور بو حاضر بون لا دادگاو محكمه عدالتي خداوني تبارك وتعالى. والخائض فيما لا يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين من عكب نسبه كسكيه كحول ذكاء ورودة شيتن لا جزئياتك آوادا كإحتياجي بلاي أو جزئياتا نية ما يكلتي لمسائل جزئيات في تشيدي كفلسفية كان في يوم مشغول بونو مترحيان كردبو بعض مسائل كي جزئي هيا زور في تشيدي زور وردا نتيجة شينية أو أتو بشي هاتي لارو بشي ومشغول بي ديخو أو عمري تو بشي ويناك أتو بشي فقط خليكي أو حواشي أو جزئيات أو مسائل في تشيدي أو أنا بي من عكب نسبتوية شو بني عم بيخو إخصار دكاتو ناشتا شتی که لازمه با سعادتی دنیا دنیا یوناتی و دنیا کردید هاتو شون شتی که کوت و کشور پیچیده او نتیجه شنیه و نی آخر من عکب نسبت ویه باشه چوزانی من عکب نسبت او شوار بروه و ایلا آخر ما به دلیل ثابت مانکر که علم کلام باز دکاتن لشناختی باری تعالی و مبدا و معاد و آوانا که اولی واجبات شناختی خدا تعالی اولی واجبات اولین واجب چیه لسر انسانی شناختی خدا تعالی تا اختلاف دیده اولین واجب لسر انسانی مکلف شناختی خدایا یا نظر با شناختی خدا استدلال با شناختی خدا او اختلافه هی آخر آیا نظر کردن و استدلال با شناختی خدای اولی واجباتا یا خود شناخته که اولی واجباتا او دو رأیه هی برام خلافه کان لفظیه او ای که دلش شناختی خدای اولی واجباتا منظوری لمقاصی اوشتانه که مقصودی بزداتا واجبی مقصودی بزدات چیه؟ اولین که شناختی خدایه. اوجر نظر کردن با شناختی خدایه. تا نظر که نبی شناخته که فایده نبی خود. تا نظر و فکر کردن و نبی شناختی خدا تعالی فایده نبی. نظر کردن با شناختی باری تعالیش واجبه. اولینی واجبه. بلام اولینی کم واجب؟ واجبه کنی که مقصودی بالغیره. چون نظر که مقصودی بیزد نیه. نظر که هدف چیه ل نظر که؟ شناخته که. من یاخد؟ پس اولی واجبات. معرفتی باری تعالیه واجباتی مقصودی بیزد. ومقصودي بالتبع بالغير نظر ابو شناختي بالله تعالى دي او انا بشي حافظ بدا علم كلام دي وني اخر دي علمك كاوايا كذا ثاني ما نعيبك مقدمي واجبي واجبي دي او اولي واجبات شلون دا ثاني اتو انكاري بك سلفي صالح كانكاري شان كذا بدا ظاني كانكارك متوجه اصل علم كلامي نيه متوجه جهات ديك تيجي شلون وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات وإلا أجر محمل نبينا وبو أو قصي أو بعض السلفاء يعني حملنا كي نسر أو شوار قلوها شون تصور ذكرت منع كردني أو بعض السلفاء إخالكي لشتكي كعلم كلامك أصل واجبات وأساس بو أحكام شرعي وبو مشروعات شون ذكرت اشتوال منع خالكي لبك ناكرت تصور ناكرت هذه شون إيه بس كوابو حتما قصيوان محملك هيك محملك ايش ما عندي تو محملك او شو بقول هاي تيجي اشتن زور تاعك جا ديارا اگر سيدك وانا يا داش كنت تو لا احياء دا لا شافخي ما دا جون دي يك صفحينا وجنو ضل امام الغزالي ده فاهم ان فيه منفعه ومضره باشا لكلام ده نفع ايش هي ضرر ونيا شو بقول انا دليل انت هذا كيف تيجي شو نفع ايش هي فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال فيعتبره كمنفعته وقت منفعته حلالة جاري وش أو مندوب أو واجب مندوب يعني واجب شبشة كما يقتضيه الأصول باشا وهو باعتبار معرفته في وقت الاستضرار وقت الزلمة كيدا أو اختشونا محله حرام فإذا وقعت إحاطة بضرره ومنفعته فينبغي شكون تظني كضرر شي هي نفع شي هي وقتك تظني هاردو بلاي هي وكو برين شي وكو درمانك كفزشك بكاري دبعت ذكري منفعتي هبي وذكري شي هبي ضرر لو فزشك هذا بي ماهر بي كالجي منفعته كده استفادة كالجي ضرر كده استفادة اللي نكا ذا وقتك إحاطة فايدا كرسا نفع وزرر علمي كلام دا فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة ثم قال
جا شيخ إمامي غزالي ده فرمي وإن الشافعية وكافة السلفي أجر منعيا لنقل كرابة إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا إليه. باشا هل أوتي دار روبتشي فقط مشغول يأجوز أو ذكاري يبيو حمو وقت يخد سار في أوي بكي أو ممنوعة أبا سيك يقول منع كان أوي هاي فني آخر منع يدي كشكا ما وصيت أفضاني هنا ويتي فلا منكتيك الجالب كدير ده هيا أما إشاري تبكي أوج أوي يعني نابي وحالي بن ده علمي كلام كمد بسبب علمي كلام فتوى معنى إيمانه وحاصل لبي ومعرفة شناختك حاصل لبيتنو أو النية ها فقط بعلم كلام أو شنا حاصل بن والنية علم كلام وسوسة لدفع دكاتنو شبهات مخالفين أوانا قدرة ذات الدفاع لمقابل ذلك ومقاومة تبيو دفع شيان بكي بلامدي أو شناختيا أو الصفاء الروحية أو تزكية شتيتري شي دوي بيجغل علم كلام عبادتي دويتن خلنا القرآن دويتن مطالعة حديثي دويتن عرفاني دويتن تدقي شونا أذكار وتسبيحات وأورادي دويتن خوباراستن لحرام دوي لقمة حلال دوي أو أنا همو لازمة بس كوابو كسكش كوا فكر كوا والله بخين علم كلام دي أو نتيش مقول لي معرفته شناخ بن سباري تعالى بو حاصل بو تهذا خلاص أوجنية وظيفة علم كلام شيا هاكر نوي وسايسك كدجمن مطرحي دكا وشيطان وشيطان صفتك كان مطرحي دكا لباري عقايدي هر أون دي زينتو لو اشتانا بهاك دكاتوا هذا في علم كلام أويا بلان أو الزكايك لازمة أو باكي وطهارتك لازمة بروح وقلب إنساني بس صرفا بعلم كلام حاصل نابي ومقدمات اللي كيف يوجد شاكا تشكريت بلان منعك بويا كسك دلائتا أقر هاتو كابرا ومشغول علم كلام بيتا فقط تزندقا يعني بيوابي كل اشتكى بشي حاصل نابيتا واز لعبادة تشكيري كابينيتا دي يوم معلومة دي أو كابرا بلو معرفة ناشيتا بلو جهل لشي سيدك ايش هنا لا موافق لكلام متأخرين ده موضوع كي عامته مش كده لا فلسفة وقوانين تكلمه بس كوابو معلومة كده بيشتك بيها من مسائل كلامي في كوار رابط بذاته وإيش بذبيته معلوم معلوم لو جيته وكا ارتباط دي العقائد الدينية معلوم ذات خداي لقيته وصفات خداي لقيته وأمور عامة لقيته والجواهر أعراض سمعيات همون لقيته الله عليك وزوات إن شاء الله